أحبائي الكرام، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أموركم مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي ظروف جيدة إن شاء الله. وكنقول لكم أعواش مبروكة. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الحلوة من الحلويات ديال العيد. إن شاء الله غادي نبدا واحد السلسلة ديال الحلوة ديال العيد، واحد الحلوة غزالة ديال في المول. أي مول عندكم بغيتوا ديروه ديروه، أنا عطيتكم هذا المول هذا اللي عندي، وانتم ديروا المول اللي بغيتوا. المهم هي حلوة كتجينا غزالة شكل والمذاق. وتابعوني أحبائي الكرام، يلاه معايا باش نشوفوا هذه الحلوة كيفاش صايبناها. متتبعين ديالي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا اليوم في هذه الحلوه ديال المول، ديال واحد الوريضه كتجي غزاله روعه. نتمنى تجربوها احبائي الكرام. قبل ما نبداو ونعطيكم المقادير، غادي نشد واحد كيلو لا روب ديال الكاوكاو، ها انتم كتشوفوا فيه، انا بغيتو بالقشره ديالو. درت معاه واحد شويه ديال الزيت، وغادي ندخلو الفران يتحمر لينا. حضيو معاه في الفران باش ما يتحمر لكمش بزاف، وملي يخرج نخليه يبرد تماما ونرجع معكم. انتما ديروا اي كاطو اي بسكوي عندكم بغيتوا ديروه ديروه، انا غندير هذا اوريو. انتما يا في واحد اللذه زويون، غادي نطحنو مزيان. انتما اي كاطو عندكم واي منسم صعب اللي بغيتوا ديروه ديروه. دير حساب واحد السلافه خوش ما كيعطي واحد المذاق لهاد الحلوه غزاله هكا على الشكل هكا. باش ما نطولش عليكم الفيديو، انا غنزيد واحد طحنه من هادو من هاد اوريو. تقريبا ثلاثه وغادي نطحن كاوكاو باش ما يطولش عليكم الفيديو. غنطحنو حتى هو مزيان ونرجع معكم. ودابا احبائي الكرام، ها انتما هذاك البسكوي اللي طحنت على هذا الشكل هكا، ما تنيلوش بزاف. ها انتما كيبقى ملي كتاكلو كتلقاو داك هذا البسكوي وكاوكاو حتى هو ها انتما بالجلوف ديالو، كيجي واحد المذاق واحد كيجي لذيذ بزاف. وغادي نخلط الخليط الاول مع الثاني بسم الله. نحصلوا على واحد الخليط غزال كيلو لاروب، حيت هاد الحلوه ما شاء الله كتعطي. وهاد الشكيل هكا تقدروا تصايبوا به جوج شكيلات. مع هاد الخليط غادي ندير واحد شويه ديال الروح ديال اللوز، واحد ثلاث القطرات ولا اربعه. وغادي ندير واحد جميلقه ديال العسل، نجمع هانتوما يا يكون الشرح واضح. غادي نكمل بنسلي العادي، عندكم كراميل ديروه. المهم كنبقى نخلط هكا حتى كتجمع لينا هاد الخليط هذا. ما فيها لا فران لا والو، غير الثلاجة كتجمع لينا هاد الشكل هكا، كتولي تهز لينا في يدينا هاد الشكل. هزت لي داك البواطه كلها ديال الحليب، وهزت لي جوج معالق ديال العسل، هادشي اللي هزت ليا. ودابا غنخليها هنايا وغادي نرجع مع شوكولا. انا كناخد خديت هاد الشوكولا هادي كل مره، واش كناخد كل مره واش كناخد من شوكولا. خديت هاد الشوكولا البيضاء، غنديرها في الميكرووند. انا كندوب دايما الشوكولا في الميكرون. هانتوما انا غندوب واحد جوجات وارجع معكم احبائي الكرام. هانتوما هي دابت لينا، غادي نخلطها مزيان، نزيد لها واحد المعلقه ديال الزيت. شكرا تعطينا داك لابريونس ديال تولي تبريه في الحلوه. هم هات ملي بردت لينا خصها تبرد شويه الشوكولا، ما تخليوهاش سخونه بزاف باش ما تذوبلناش هاد لي بيبيت هادو ديال الشوكولا اللي غادي ندير. درت فهاد القريعه هكا، انا خديت هاد المول، وانتوما لكم الاختيار. بصراحه هاد المول كيجي زويون، كيعطي واحد الديكور زويون، كتجي واحد البريده فيها زوينه.
هانتوما انا درت هاد لي بيبيت هادو، بغيتو ديرو نتوما ديرو احبائي الكرام اللي بغيتو الديكور ديالكم. انا عطيتكم هاد الفكره، هي نورمالمون كيجيو في هذيك لي فخوي ساك اللي مقطعين طرفات صغيرين بالالوان، ما لقيتهمش غنبدلهم بهاد بهاد لي بيبيت. هكا كندير هكا في المول. غير شويه حنا بغينا هذاك الديكور كيجينا في الوجه ديال الحلوه. وهاد الشوكولا خاصها تكون شويه بارده اللي ذوبتو، باش حيت هادو الشوكولا نيت باش ما يذوبوش لينا. وهذه غنحطها ديريكت في هاد البلاطو، وغادي نكب الشوكولا. راها دافيه ماشي سخونه، دافيه، وكتزربوا بها دغيا تلوحوها في الفريغو. معلقة صغيرة أو كنحطو باش يتقاد لينا هداك ال فوالا. ضروري من هاد العملية باش داك الزواق كلو كيدخل لينا، تقاد لينا المول، ميبقاش شي طالع وشي هابط. أنا غندخل الكونجيلاتور خليها تبرد تماما ورجع معاكم. دابا رجعت معاكم، هاهي خرجتها من التلاجة أو من الكونجيلاتور، تا كتبرد لينا تماما باش ما نحطو فوق من الخليط. انا ما بغيتش هاد الخليط هذا يتغطى، بغيت هكا الابيض يبقى هكايا والخليط يبقى بوحديته. من عاد الا بغيتو تغطيوها كلها دونك ملي كتكبو الشوكولا تحطو هذه فوق منها. كندير كويره على حساب هاد البلاصه اللي غنهز لينا. شكل هكا واش ما كتجي زوينه هاد الحلوه ديال المول، وهاد الحلوه هادي كتجي باش ما تلصق لكمش في يديكم. ندير واحد شويه الزيت شويه بحال اللي كتفزقوا يديكم هكا مع العسل. صافي غنتبع كل الكويرات على هاد الشكل. او دابا ملي كملناها خاصها تجي متساويه، كنشد واحد الزلافه ولا كاس وكن فوالا بحال اللي كنقادوها. دابا باش تجي هكا مقاده، شوف غندخل الكونجيلاتور واحد 5 دقائق ورجع معاك. 5 دقائق انا خرجت هاد الحلوه ديالنا. بسم الله غادي نبداو قدامكم. ها انتما محيده حتى شي وحيده، كنهزوها كندفعوا بيدينا هكا باش ما تخسرناش ديك الوريضه. بسم الله شوفوا كتجي كتجي، شوفوا الشكل ديالها كيجي كتجي حلوه غزاله. المنظر الديكور والذوق والديكور. شوفوا كتجي غزاله احبائي الكرام. نتمنى من قلبي الخالص تجربوها في هذا العيد ان شاء الله، وهذه ديال العراس ديال العيد ميلاد ديال اي حاجه، وما كاين ما احسن من العيد. شوفوا كي جات الشكل ديالها غزال، الشكل ديالها غزال. كمل كله ورجع معكم، غندوز معكم للتزيين والتنسالي الاخرى وعاد نديرو التقديم ان شاء الله. كما قلت لكم كتجي زوينه، باش ما بغيتو تعمرو هاد بشوكولا باي حاجه بغيتو ديروها. انا غندير الكراميل. بسم الله هنا الكراميل، وغنعمر هاد الحفيره. نحط هاد العقيق شوفوا الشكل ديالها كتجي واعر غزاله.
انا نقرب ليكم تحت الكاميرا. بغيتو ديرو شوكولا، بغيتو تخليوه هكاك كيما حبيتو، انا فضلت ندير له هذا التشكيل ونديرها في الكويغطات. على التشكيلة حبايبي الكرام، وغدا نتبعها كلها بحال هذا الشكل. نتمنى تعجبكم وتصايبوها ان شاء الله في هذا العيد، ونسالي كل شيء ونسالي نعمر المول الاخرين، وارجع معكم ان شاء الله في التقديم. متابعي الكرام ديالي، سرت هذه الحلقه ديال هذه الحلوى الزوينه، كتجي روعه ما شاء الله، كتجي غزاله الشكل والمذاق، كيجي زويون. ونتمنى حبايبي الكرام من قلبي الخالص تصايبوها في هذا العواشر ان شاء الله. حلوه سهله، وكاع المقادير اللي درنا راه تقريبا عندنا في البيوت ديالنا. كلشي كنشريو كاوكاو، كنشريو الكاطو، كنشريو شوكولا، دائما هاد المواد كيكونوا عندنا في الكوزينه ديالنا. ونتمنى تجربوها حبايبي الكرام، والى عجبتكم ما تنسونيش باللايكات ديالكم والاعجاب والكومونتير الزوينين ديالكم. وتنقول لكم الى الحلقه القادمه ان شاء الله. مع السلامه، ميرسي بوكو، ميرسي.